صراحة أنا وسمر مراتي شفنا البرنامج بتاع حضرتك، قلت كلام حلو قوي، خلى الأمل رجع لنا بصراحة والله. يا مسهل إن شاء الله. أنا بس كان في حاجة قلقان منها بالنسبة يعني للحقن المجهري، عايز أعرف يعني حلال ولا حرام؟ لا أنا عايزة أطمنكم من ناحية الحلال والحرام، إحنا هنا في العيادة ما بنشتغلش غير باستشارة متخصصة من دار الإفتاء. طب اشرح لنا بقى يا دكتورة عشان يفطمن. طيب علشان أفهمكم الموضوع بكل بساطة، الحقن المجهري ده عبارة عن تلقيح صناعي. إزاي؟ بناخد حيوان منوي من الأب مع بويضة من الأم، بيتم تلقيح الحيوان المنوي مع البويضة خارج رحم الأم، بعد ما بتتم عملية التلقيح بنجاح بنرجع البويضة الملقحة لداخل رحم الأم مرة تانية. بتقعد أسبوع الأم تاخد مثبتات حمل مع شوية أدوية، بعد مرور أسبوع بالضبط الأم بتعمل اختبار حمل، ولو النتيجة إيجابية يبقى الحمل حصل إن شاء الله. إن شاء الله. وعايزة أطمنكم أنا العيادة عندي هنا ما بتعملش غير حالة واحدة بس في اليوم علشان نمنع أي خوف من اختلاط الحيوانات المنوية أو البويضات. أنا سمعت إنه ممكن يبقى توأم. طب يا ريت، ده تبقى مصلحة 100%. إن شاء الله كل خير. فعلا حدوث التوأمة نسبته عالية جدا في الحقن المجهري، لكن إحنا مش هنقاطع، هناخد الموضوع خطوة بعد خطوة. لا طبعا كل حاجة بإذن الله. إن شاء الله كل خير. عموما أنا جاهز وتحت أمرك في أي طلبات. طيب علشان نبدأ، الأم بتبتدي تعمل شوية فحوصات وبتاخد شوية أدوية علشان نجهز الجسم لسحب البويضات. جاهزة؟ جاهزة. بسم الله ما شاء الله، كلمة الأم طالعة من بوق زي العسل، صح يا سمر؟ أوي يا مخلص. إن شاء الله تبقوا أحلى أب وأم، بس افتكروني وادعولي. إحنا ندعي لك، ده إحنا هنعمل لك مقام والله. إن شاء الله، دلوقتي هكتب لك على الفحوصات اللي هتعمليها والأدوية اللي هتاخديها. ربنا يسهل يا سمر. يا رب يا مخلص يا رب. أنا متفائل بالدكتورة منير. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدك يا بنتي والورا يا ولاد، بحق الفجر وليالي عشر والشفع والوتر، وبحق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبسر الفتح، تكرم يا رب سمر بنت سميحة بنت فاطمة بالذرية الصالحة يا كريم. يا رب انت قادر على كل شيء، تكبر يا رب بخاطر ابني مخلص ابن بطني يا رب، بحق ليلة الجمعة الفضيلة يا كريم يا رب. الله، شفتي يا بنتي والله فالحل، احنا بندعي والأذان أدى يا رب، بحق الأناد اكرمهم يا رب، اكرمهم يا رب بخلفة لأجل حبيبك النبي يا رب. يلا يا حبيبتي ما تنزل يا راجل تصلي في الجامع. أصلك أنا مش عايز مخلص يشوفني. آه ما أنا لسه شايفاه واخد مراته وأمك في إيده. ما أنا عارف، يا رب اديله حتة عيل يمكن باله يهدى. أنت بتدعي له؟ ده لو طلب جنيه هيصرفك يا ست. الله يهديه ويهديك أنت كمان، وأنت مضيع حق ولادك وحقك. أنت فاكرك إن ربنا هيسيبك يا محروس؟ لا مش هيسيبك، هيحاسبك عملت ايه بمالك وعملت ايه لولادك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. رسول الله، من صلاه ايه بقى اللي بيصليها وهو واكل حقك في المحل وفي البيت كله؟ صلاه ايه دي بقى يا ستي؟ يمكن ربنا يخفف بقى ذنوبه شويه. وايه اللي هيخفف ذنوبك يا محروس؟ انا قلت لك ربنا هيحاسبك، خاف ربنا يا راجل. الله اكبر. طال انا لما بجيب سيره اخوك كلامي بيبقى تقيل على قلبك. لا وبيعمل خير، طب ما الأقربون أولى. بس أنا بقى فاض بيا واتخنقت. فاض بيا. سمع الله لمن حمده. بنحمده يا أخويا، بنحمده وبنشكره. يا أختي. تعال يا أخويا. بقول لك يا سمر، مفيش داعي تقول لهم اللي احنا رحنا للدكتوره. عيب، وانت عمرك قلت لي على حاجه وانا فتحت بقي بيها؟ بس عليك. طب يا حاج انا هروح اجيب العيش عشان افطار، عايزين حاجه؟ اه هات لنا معاك شويه فول عشان نفطر بيها. انا يا اما هو الدكتور مش محرج عليك الفول دوت؟ ما اجيب لك شويه بنينه تغير بيهم ريقك يا ابني. ما طول عمرنا بناكله، وما الدكاتره مالهم محبكين قوي كده ليه؟ حاضر يا اما. ما تنساش تجيب لي الجمهوريه معاك يا مخلص. حاضر يا اما. طب يا اخويا
بقول لك ايه يا بنايا؟ الدكتور قالت لك ايه؟ مش هقول لك الا لما تحلفي لي ان انت مش هتقولي المخلص. مش هقول له يا بنت، طمني قلبي بس، قالت لك ايه؟ لا يا ستي، انت ما بتخبيش عليه حاجه. يا بنت قولي. الله، قالت لي اه. هاي يا ابني، الدكتوره قالت لك ايه؟ هي مخلص في ايه؟ ما تتكلم يا ابني، الدكتوره قالت لك ايه؟ ربنا عاوز صبرنا خير، عمليه التخصيب نجحت. الحمد لله. مبروك يا حبيبتي. الحمد لله. النبي قول لي وريحني، قالت لك ايه؟ قالت لي كل خير يا حبيبتي، قالت لي انه حاصل وان الجلسه الجايه هينقلوا الجنين في بطنك وهتبقى حامل رسمي، هتبقى احلى ام يا سمر، احلى ام. يا ما انت كريم يا رب. لا يا وخلص، احنا كده بقى يا ابني لازم نذبح. على قولك يابا، احنا نذبح. لو النبي داري على شمعتك. عندك حق يا بنتي، كلام اللي بتقوله ده لا، ده الدم في الحاجات دي حلو قوي. خلاص اذبح وفرق على الفقراء زي ما انت عاوز، بس ما تقولش لحد الا لما بس يبان عليا الحمل، ده اللي نفسي فيه. تعيش وتذبح يا مخلص اخويا، وربنا يكتبها في ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا عم محروس، ربنا بس يتقبل الصدقه دي منك ان شاء الله. تعرف ان احنا ما ذبحناش من يوم ما فتحنا المكتبه. كل وقت له أدان، وانت شايف الظروف. انا لو عليا والله عايز اذبح كل يوم. بقول لك ايه يا معلم؟ ايه يا باشا؟ عايزك تعبي لي كل كيلو في كيس، ها؟ عشان يكفي. عينيا حاضر. زي ما انت شايف الغلابه كتار. ربنا يجعله عامر يا باشا. يا رب. بقول لك يا محروس، ما تمشي الناس ديت دلوقتي وقول لهم يتعالوا بعد نص ساعه. لا ما اقدرش. ليه؟ هم كاسرين عينك في حاجه؟ بلاش، انا روح. عاملين لنا خيله كدابه بالاوانطه. روح انت. والله العظيم. والنبي يا حاجة يا معلم، نص ساعة كده وتعالوا قبل ما نخلص. نص ساعة ونديك كلكم. يلا يا حبيبي، نص ساعة وتعالى. يا حاجة، أنت يا ست. يا سبحان الله، إيه البوخة دي؟ الولاية بديها لها ما بتردش عليا. أنت يا ست. مخلص يا مخلص، ستي ما بتسمعش. طرشة 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 يا مخلص. خالتك منصر. إيه؟ هات يا عم كيس من الخلص. هو خدت مناصر وانا اسحب في البيت. وانا حبيت شويه كده، شويه نص ساعه وتعالى. ما خدتش يا باشا. يا عم نص ساعه ونديك. ما خدناش نص ساعه ياما. طب ادعي لنا كده، خدت مناصر. تدعي لنا ايه؟ ده انت قطع ميه ونور. محروس فين؟ مش يا ريس. مش ازاي؟ هيسيبنا في اللبخه دي ويمشي دلوقتي؟ ده كلام اعمل لك فيها الحساس بقى واللي بيخاف على مشاعر الناس. احسن ان هو مشي ووترني وخلي الواحد خلقه ضيق. اقف انت على التوزيع. ده رمالي. نعم يا ريس. مفيش وقعه واحده ست تاخد منك كيس وتبعت لك ابنها وبنتها ويشتغلوه بيصحى التوزيع. دماغي حاضره يا ريس. وقف انت وبرين كده. ها الرجاله بصف والستات بصف عشان نمشي بسرعه. يلا النبي يا بنت. حاضر يا باشا. اللهم تقبل يا رب. أحلى غدا لأحلى ابن سعيد. سلم إيديك يا حبيبي. إيه سعيد ده؟ لا يا مخلص، ده اسم قديم قوي يا أخويا. قول كده كريم، هيثم. هيثم ده إيه؟ هيثم ده يقل مني. بقول لك سعيد. سعيد ده سمر لا يقف في ظهري، ده لا يكبر المكتبة. مكتبة ده إيه؟ قولي مصنع ورق، مطبعة. سعيد مخلص، مملكة الورق. راجل اصبر شوية، ده أنا لسه في أول شهور الحمل. أنت كده مقعدني في السرير أكني هولد بكرة. الله، مش الدكتورة قالت كده؟ إحنا نسمع كلام الدكتورة. الدكتورة قالت نقعد يبقى نقعد، نرتاح يعني نرتاح. إحنا ما صدقنا يا سمر. الدكتورة قالت نستريح مش نرقد. أنا عايزك تقعدي كده غير ما بطنك تنفخ وتبقى متر قدامي. لا يا أخويا بقى، أنا زهقت، أنا عايزة أنزل. تنزلي؟ تنزلي تروحي فين؟ انت عبيطه؟ تتشافي يا بنت، تتحاسدي. بس يا اخويا كده انا في ناس بساعدهم وكنت نادره وعايزه وفيه. ده بعد اذنك طبعا. لا لو نادري تبقى توفيه. خلاص يا ام سعيد، انا هاجي معاكي. وعطلك؟ لا يا حبيبي، خليك انت في شغلك. خلاص ماشي. أنا هبعت معاك محروس ويوصلك في الحتة اللي أنت عايزاها. ماشي. ماشي يا أبو سعيد. الله.
احلى ابو سعيد سمعتها في حياتي. طب كمان مره قلنا يا راجل ما تكسفنيش بقى. طب عشان خاطرك يا ابو سعيد. ايوه كده فهمت المعنى. سامع سعيد مالك يا محروس؟ مفيش. لا يا اخويا فين مالك يا اخويا؟ احكي لي في ايه؟ ولا حاجه يا ماما، عرض بتاع كل يوم. هو ذبح ووزع خلاص؟ انا مش فاهم هو ازاي بيتعامل مع الناس بالطريقه دي، بيتعامل كانه هو اللي بيرزق الناس وهو اللي بيحدد ميعاد الرزق. شويه يا امه لما نذبح ونعبي الاكياس كاني يعني الناس واقفه على راسه. وانت زعلان ليه يا اخوي؟ هو حر حسناته بيعكرها. على رايي هو حر. وهو ذبح ليه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي حصل؟ هو انا اعرف منين هو ده بيقول؟ بس انا عارفه يا محروس. عارفه ايه؟ الست هانا مراته راحت للدكتوره اللي قلنا عليها بتاعت التلفزيون. طب كويس، ربنا يطعمهم. احنا نكره ربنا يديهم بس يشيلك انت وعيالك من دماغه. خش يا اخويا الورث اللي هناخده. قال يعني اخوك مخلص ما خدش كل حاجه من ابوك وامك باع وشرا. انا سمعت ان هو بيبني بيت في مصر القديمه. بقول لك ايه يا نعيمه، انا لا ببني بيوت ولا بعمل، انا ببني عيلي يطلع هو راجل كده ويواجه الدنيا. ابني يا اخويا ابني، ربنا يهديك ويبارك لك في عيالك. وادي يا رجب، كل كويس يا اخويا عشان ابوك عايز يبنيك. علي يما ساتر عليك المره، ناديره الوجود.